مشاهدينا، عاد الينا مره اخرى عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني. دكتور طلعت، نعود الترحيب بك مجددا. كنا نتحدث عن الرساله من مشهد اليوم من اصطفاف معدات المشاركه في هذه الخطه التنمويه الشامله لسيناء. كنت قلت المعليك وانا في مداخله الحقيقه، نعم، ان مصر عمرها ما كانت دوله يعني تسعى الى الحرب او الحروب، ولكن مصر دوله كانت بتدافع دائما على ارضها او يعني قصاد اي معتدي. دي يعني دي دايما رساله مصر وسياسه مصر. نعم. والنهارده احنا طبعا احنا فعلا في اي في يعني في يعني 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 في جيش قوي يحافظ على الدوله، ومع ذلك احنا عندنا يعني التنميه في مفهومها الشامل هو ده الهدف الاسمى والاعم بالنسبه للدوله المصريه اللي كل العالم بيتحدث عنها دلوقتي. نعم. وطبعا سيناء جزء عزيز على نفوسنا كلنا كمصريين. سيناء تمثل 6% من مساحه مصر كليه. سيناء منصوص عليها في الدستور، كلمه سيناء دي منصوص عليها في ماده من الدستور 2014 ان التزام دستوري بتنميه سيناء. وبعد كده طبعا بفضل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى منذ اللحظه الاولى ان تكون هناك مشروعات تنمويه اقتصاديه اجتماعيه في تنميه سيناء الحبيبه، ولكن طبعا الحلول الارهاب والمتطرفين اللي كان الهدف منهم عزل سيناء عن الدوله المصريه، وكان طبعا بالنسبه ليهم ان هم دايما يعني يعطلوا اي مسيره للتنميه تتم على ارض سيناء، ده كان شيء مستهدف ليهم. ولكن الحمد لله بعد ما تم الاجراءات وانتهاء بشكل ان شاء الله كامل على كل حلول الارهاب، اصبحت سيناء طبعا ديت يعني مكان رايحه في الاهميه. وسيناء طبعا المواقع الاستراتيجيه اللي هي طبعا لها موقع استراتيجي متميز ومجال جيد جدا نكمل فيها تنميه اقتصاديه وتنميه زراعيه ومشروعات استثماريه. سيناء فيها جامعه من الجامعات الكبيره الموجوده. سيناء طبعا فيها طبعا ربط سيناء بمنطقه القناه من خلال الانفاق، دي نائله كبيره جدا. احنا عشنا تاريخيا العلاقه بين سيناء وبين يعني الدول، نعم، يعني محافظات القناه عباره عن معديه. لا دلوقتي في عدد ليس بقليل من الانفاق والكباري، فسيناء بقت مربوطه بالوادي. طبعا هناك يعني اراده سياسيه من الرئيس شخصيا ومن الدوله المصريه لتنميه سيناء التنميه الحقيقيه. ويمكن الرئيس النهارده وانا بتابع هذا الحدث الكبير والمهم، اما نقول يعني احنا يعني يحنوا على شعب سيناء واهالي سيناء، واللي هو دايما الرئيس قال كلمه عجبتني جدا جدا النهارده، مفيش حدنا احنا اهالي سيناء ومصر واهالي الاقصر واهالي الغربيه، كلنا ابناء مصر. نعم. احنا كلنا مصريين. نعم. ولكن فعلا يعني سيناء ضحت بشباب، جزء كبير من شبابها ضحت بمشروعاتها، ضحت بحياتها، فآن الأوان، آن الأوان إن سيناء يرد ليها حقوقها ويرد ليها اعتبارها، وهو ده اللي بيقوم به فخامة الرئيس النهارده. وأنا متصور إن سيناء خلال السنوات القليلة القادمة ستكون مكان استراتيجي عالمي، وأن تكون هناك استثمارات على أعلى مستوى، وأن تكون هناك نوع من أنواع، إن إحنا تعرف حضرتك إحنا عندنا فيه نوع من أنواع إن إحنا فيه طبعًا من ضمن مشكلتنا السكانية، إن إحنا عندنا طبعًا يمكن 95% من السكان عايشين في 7% من المساحة. آن الأوان إن إحنا نبدأ النهارده إعادة توزيع السكان، وأن تكون هناك مجتمعات جديدة في سيناء، والناس تستوعب عدد كبير من المواطنين، ودي من ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء، أن يتم يعني دفع عدد المواطنين من الوادي للاستقامة والإقامة في سيناء وعمل مشروعات، وده طبعًا ده شيء غاية في الأهمية. طبعًا معروف إن أقوى خط دفاع لأي دولة أن يكون هناك تنمية فيها. تنمية. يعني النهارده انا لو عملت تنميه في سيناء يمكن انا يمكن مش هحتاج فورا خط الدفاع القوي المتين اللي انا اقدر يعني ابني عليه كل شيء. احنا متفائلين جدا جدا جدا، ودايما الرئيس طبعا النهارده لما كرم عدد من يعني من عمل في سيناء دي لفته جميله بتاكد على ان الرئيس الدوله مهتم بابنائنا واخواتنا وحبايبنا واصدقائنا ابناء سيناء الحبيبه. سيناء شمال، سيناء جنوب، سيناء وسط، لهم معزه ولهم تقدير ولهم حب. وانا اتمنى ان تكون هناك وفود من الشباب من كل محافظات مصر يروح سيناء ويتعرفوا على سيناء ويشوفوا سيناء ويشوفوا الاستثمار في سيناء، عشان احنا كلنا نحس ان دي طبعا وده هي جزء من الدوله المصريه، جزء عزيز علينا، وهذا الجزء البوابه الشرقيه لمصر
اللي هي دفعت عننا كلنا منذ فترات ليس بالقليلة. أنا طبعا سعيد جدا بما تم اليوم، وطبعا أنا بحيي أيضا أيضا دكتور طلعت في سياق ذكرك للفتة الإنسانية التي كرم فيها السيد الرئيس عدد من المتميزين من أبناء سيناء الذين صمدوا أثناء الفترة الماضية في كل في مجال عمله، سواء في القطاع الصحة، في قطاع التعليم، في كل القطاعات التي شهدت صعوبات وتحديات الفترة الماضية. أيضا يجب أن نشير أيضا إلى أن السيد الرئيس دائما لا ينسى الشهداء. كانت هناك دقيقة حداد على أرواح كل الشهداء المصريين وتحديدا الشهداء الذين سقطوا على أرض سيناء. يعني طبعا بأكد لحضرتك دايما أن شهداء مصر في قلب المصريين وفي قلب الرئيس شخصيا، ودولك لهم عزة ولهم احترام ولهم تأثير، ويكفي أن احنا دستور مصر كرمهم في مادة من مواده. شهداء مصر لهم يعني حب كبير، وهم لولا يعني هؤلاء الشهداء اللي هي ارتوت بيهم دماء سينا ما كنا في الوضع اللي احنا فيه. الناس دي ضحت بانفسها وضحت بحياتها، ومع ذلك النهارده بارض الدوله المصريه، عمر الدوله المصريه ما تنساهم. والرئيس دايما في كل المناسبات وفي كل الاوقات يسعى سعيا حثيثا لتكريم اسر الشهداء. صحيح. تكريما لائقا، ودي احنا بنشوفها. يعني احنا كفايه ان احنا عندنا عدد من اعضاء مجلس النواب زوجات شهداء مصريين، دي نوع من حاجه رمزيه ان احنا بنقول لا انتم معانا في القلب وفي يعني ولكم كل المعزه. واحنا طبعا دايما يعني الشهداء اللي ذكروا في الاديان السماويه والقران الكريم دولت لهم كل المعزه عند الله سبحانه وتعالى وعند الدوله المصريه، اللي هي لا تألو جهدا في ان هي دايما تخلد ذكراهم ودايما بترعى اسرهم ولهم كل المعزه. واحنا طبعا بنشوف حتى البرامج الخاصه مثلا باختيار اللي لفتت انظار الشعب المصري كله، الاختيار اول او الثاني، وشافت الشهداء الشهيد او الضابط الشهيد او الاخره لهم كل الحب وكل التقدير. واحنا طبعا كل تأكيد يعني لا نملك الا ان احنا ندعي لهم بالمجتمع ربنا، وهم ان شاء الله يعني في الجنه باذن الله. واحنا ان شاء الله كلنا دايما بنحاول نساعد اسرهم ونقف معاهم ونعوضهم خير عن يعني عن ما تم ان هم تم يعني استشهادهم. لا طبعا دي لفته جميله من فخامه الرئيس، والرئيس دايما يعني دايما كل يوم بيدي رساله للبلد ورساله للمجتمع يعني وللاجيال القادمه ايضا، ان مصر لا تنسى ابنائها الشهداء او من يضحوا سواء بارواحهم او بوقتهم او بجهدهم في سبيل العبور بمصر إلى المستقبل الجديد ورؤية مصر 2030. الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.